بسم الله بنبدأ بالبودكاست عندنا اليوم، بحاول أكون مختصر قد ما أقدر عشان أبو عابد يمديك تروح وتمر الأهل بإذن الله. الله يسعدك. يعني ما قصرت، جيت عندنا ودي أخرك علينا. العادة ذا الحلقة الخامسة من البودكاست بنمر على تفاصيل كثيرة. أول شيء ضيفنا أبو عابد، فرحان صراحة بحضورك اليوم، ونأخذ انطباع لعبتك بإذن الله وشون دخلت وتفاصيل كثيرة لما ندخل في التفاصيل. الله يشرف يا حبيبي. حبيبي أخويا بعد قلبي، ودي أقول يعني شرف لنا يا بعد قلبي بدون مجاملة. حبيبي. يعني أنا ترى أتابعك من زمان، فحتى ربعي يتابعونك فحسدوني. يا رب مو مقرع، ما تنحسب، مو بتروفان مو مقرع. أنا شوف، أنا قاعد أمشي على خطواتكم. تعور قلبي بعد قلبي. ألف مبروك. الآن قادمون. كذلك عندنا أخبار حق إنشان، أتوقع بنصارف عن واد بعابد، ودي أعرف وجهة نظرك. أنا تكلمت أنا وسند وبعض الضيوف قبل عن شيء هذا، بس بنتكلم عن الجوائز السنوية حقتهم اللي تفشل، ونتكلم عن كوكومي والشخصية الجديدة والبلاوي اللي صايرة في مجتمع إنشان مسبتها. بعدين نتكلم عن الإفنت الحالي اللي عندنا سبكتر سيكرت، اللي يمديك ترسل متابعين حقين يسوون مهمات. إيفنت الأسبوع الجاي يمكن أكبر إيفنت في 1 أو 2.1. بعدين أخذ أسئلة المتابعين كل نجاوبها، ويمكن تكون موجهة لك أنت بعابد، وننهيها بالمقدمة بسيطة عن البودكاست القادم بإذن الله، وبحاول يكون أقل من ساعة قد ما أقدر بإذن الله بعابد. تمام تمام حبيب. طب أول حاجة طبعًا أنت الضيف، وأنت الآن المركز حق البودكاست حق اليوم. أغلبية الأسئلة اللي أو كلنا بنسأل نفس السؤال، ونفس الأسئلة سنة قبل شوي عشان كذا قلت بس من الناس. لحظة، شلون طبيت في اللعبه؟ ايش اللي خلاك تلتفت لها؟ لان احس ان نظام العابك شوي مختلف عن العاب الجنشن والجاتشا. طيب تمام حلو. انا احب العاب الار بي جي، اموت بشيء اسمه ار بي جي. احب العاب وورلد اوف كرافت، تعرف انت واو طبعا لعبت واو الام ام او الام ام او واو هذه انا لعبتها اليوم، قلت الكلام هذا حتى لعبتها 10 سنوات كرف ما شاء الله. جديد شهري هورد ولا لاينز، وكنت مره هورد ومره يوم فتحوا التحويل استانست، صرت احول كل شوي، مره رايح هنا مره رايح هنا، وكان شهري، وكنت طالب جامعي يعني الوضع صعب حتى وقتها. فكان يعني انا احب الالعاب هذه، لكن تركتها بسبب الادمان صراحه. تاخذ وقت من حياتك مليون بالمئة كبير، مليون بالمئة صحيح. لدرجه انه بالاخير تدخل، انا كنت ادخل واو اقعد باللوبي كذا بس الدور، يا عارف الشعور بالضبط، اسولف بالشات ولا اسوي شيء. فالفترة هذه اللي احنا فيها، حتى اليوتيوبرز يعانون من الشيء هذا، ما في ألعاب. حتى كلهم قاعدين يشطحون يجربون أشياء شاقة، يجربون أشياء شيء. فحتى يمكن أنتم تلاحظون أن أرقام جينشن ارتفعت الفترة هذه. الله 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 الله، شيك الشخصية. السبب أنه الألعاب يعني ميتة الفترة هذه، ما في ألعاب، فكل الناس قاعدين يحاولون يجربون ألعاب جديدة. وأنا قلت يعني جينشن من زمان ودي ألعب ار بي جي، وأنا أحب الار بي جي، خلي أجرب وامسك خط وادمن. طحت الفخ يا زلمه، مو طبيعي، شيء مو طبيعي ترى. طحت الفخ هذا نعرفها. والشيء اللي يعني فرحني بعد، انه بعد ما قعدت فيها شهر تواصلوا معي الشركه عشان المقطع. اذكر الاعلان هذا حسك عليه باي ذا واي، ترى حسك. انا حتى يعني حسيت، قلت اوكي، يعني بالعاده انا اذا سويت اعلان لعبه انا ما افهم لها اتورط، اقعد احاول افهم للعبه وكذا. صرت يعني جاهز الحمد لله يعني للموضوع. مستمتع صراحة، مستمتع مرة باللعبة. الآن السؤال، أنت أول يوم لعبتها هل كنت منزل فيديو لها في اليوتيوب، ولا كنت تلعبها في وقت الفضاء الفاضي اللي عندك؟ لا كنت ألعبها بوقت الفاضي، وبثيتها مرة ومرتين كذا، يعلموني الناس على بعض الأشياء. بس أنا كانت روتين صباحي، أصحى الصبح أجيب قهوة أقعد عند جينشن جلد بهالمهام. طبعا كانت البيضة وجهي الله الله، والأوس شغال يعني رايق حيل. اي بس حقت رواقه هي. اي والله الان تشد اعصابك، ليش ما تشد اعصابك؟ اي حق هي اصلا هذا الروتين حقها، اغلبيه الناس اللي يلعبونها ياخذ منك نص ساعه ساعه في اليوم، وهذا سويته عليك كله خلاص، يمديك تروح تسوي شيء ثاني. يا مناسبه الشيء ذا صناع المحتوى ما تطب نص ساعه هذه لين قل بس. كل ما جيت اصل فريزن وريزن لازم تقعد تسولف. اي حبيبي يا اخي، الخيمة كلها متغيره. طيب الان وإلى الآن تلعبها صح؟ إلى مستمر عليها نفس الجدول؟ اليوم بثيتها اليوم العصر، اللعب يومي. ولا جاك دب ولا نزل، ما زلت بنفس المستوى؟ نفس المستوى، صح إني وصلت لحد إنه يعني ما في مهام. أنا هذا اللي بسأل عنه. إيه أنا يعني ما ركزت بالقصة بشكل كبير، لكن أحب قصة ترافيلر، معجبتني. حلو.
قصه ترافلر بس، باقي الشخصيات ومن الشخصيات الاشياء هذه ما احبها انا عادي يعني كل واحد، لكن احس قصه ترافلر قصه عظيمه يعني لو يكملونها يعني يركزون عليها قصه رهيبه. هو واخته اذا صار العكس هي اخوها وكذا، فاحسها قصه حلوه، احسها بعدين لو بعد حتى لو بتنزل انمي بتطلع رهيبه. yeah. لان قصتهم يعني جاهزه والانيميشن جيد بعد حقهم. قصه حلوه يعني تفاصيلها حلوه يعني رغم اني ما مركز، تعرف انت البربره الزايده سكبات مسافات لازم وهذا. انا وانا احتفل القصه ازق الحين واخطرها لك الكلمة منها صراحه. والله والله البربره واجده والله صراحه. الله بربره. شوف هي في لحظه فهاوه بس لاحظت ان الباتل باس مو كل ما ينزل ابديت جديد يحطون الفيديو الباتل باس شغلونه. ايه ينعاد نفسه. تدرون ما انتبهت الا بود 2.0 انه قاعد يتكلم عن قصه الولد واخته. اي اي يا والله توني لاحظته قبل كنت كل سكيب. انا والله سكيب ترى معك انا يعني ما ادري انا بس انا اشوف الاحداث اللي بسط اللعبه. اي انا هذا اللي اعرفه وترى ما اعرفها كامله بس اعرف انه يعني يعني من التفاصيل اللي شدتني انا ما ادري احرق عادي يعني راح القصه مو بشيء الرئيس في اللعبه. من التفاصيل انه اللقطه اللي بالبدايه هذه ما كان يتذكر الشخصيه اللي انت تلعب فيها ما كان يتذكر صار قبلها صح بالضبط. ولا لا الكلام هذا تقريبا او مو مصرح فيها تقريبا لان لما تجي نقاط ولا يجي اي شيء يتكلم عنها يقول انا عارف بس ما بيشارك المعلومه ليه ما ادري. لا لانه ما يتذكر جاء الظاهر احد النقاط قال انه ما يتذكر هو بالبداية قال أنه ما يتذكر بالبداية مين. بعدين اكتشفوا لما أعتقد لما طلعت أخته لما شفنا أخته بالقصة إيه مع دينيس ليف واضح أنه يعرف أساس شو صاير بس هو أساس يسوي نفسه ناسي ما أعرف السبب بس هذا اللي مبين. وأتوقع الاثنين أيوة هذه هي 500 سنة قاب بينهم هذا اللي رقد فيها أغمى عليه وهذا اللي ما يذكرها كلها. أي هو صحى على المشهد اللي صار بالبداية. الله الله قاعد ست سمك جيعان وصاد بايمون وبدت اللعبة. إمرجنسي فود على قولتهم. إمرجنسي والله. طيب الآن أنت كم لك من بديت تلعب تقريبا بعابد تقريبا شهرين تقريبا حلو إن شاء الله. يعني كم كان بانر أياكا موجود. حلو يعني شهرين تقريبا. الآن بتطبق في 28 سبتمبر يعني بعد 6 أيام بإذن الله راح تطبق سنة كاملة من نزلت اللعبة. وما شاء الله حلو. الى الان فيوات والدعم والاشياء هذه بالزياد يعني حتى بانر بال كان من افضل البانرات من جهه المبيعات لها ففي تقدم ايه. واضح وملحوظ وناس كانوا حاطين امال. الحين طبعا دخلنا قسم الاخبار ودي اتكلم عن شيء ذا ودي وجهه نظرك انت وسند في الشيء ذا سند نوعا ما قال لي بس انت اللي خلينا نقول فريش في الموضوع فناخذ منك وجهه نظرك. حلو مع مرور السنه الالعاب اللي مثلها العاب الار بي جي وجاتشا يعطون جوائز يسمونها الانيفرساري ريورد ولا جوائز مرور سنه ولا ذكرى سنه والعادة تكون أشياء جيدة وحليوة. أنت تدري إيش الجوائز حقت ميهوي وحقت الأنيفرساري؟ أنا أذكر حتى كانت من تفاصيل المقطع اللي أنا سويته أذكر. أوه. إنهم حطوا لي هم حطوا لي إنهم بيعطونك 10 وشز 10 وشز. قالوا الكلام هذا ولا لا؟ هذا في الإيفنت اللي داخل اللعبة. إيه. ما أدري أنا أذكر إنه قالوا في جوائز بتصير قريب على مرور سنة وإنه من الصور اللي موجودة كانت 10 وشز. الله الله. بس هذا اللي انا اذكره ما ادري اذا في تفاصيل ثانيه. طبعا هذا ايفنت هذا ايفنت دخل اللعبه في تاريخ 28 لمده 7 ايام كل يوم تدخل يعطونك جائزه ومجموع الجوائز راح تشمل 10 وشات هذا اللي اتوقع اللي حط لك 7 جوائز جنب بعض ومجموعهم 10 الان اعلنوا قبل 4 ايام او 5 ايام في الموقع عندهم ان الجوائز الرسميه حقت السنه عبارة عن مسابقات الناس لازم تشارك وتسوي نشر للعبة وإذا سوت نشر للعبة 10% منهم راح يعطونهم $5 و 90% منهم راح يعطونهم 100,000 مورا في اللي داخل اللعبة هذا غير التنويشز التنويشز طبعا هذه إيفنت يعتبر بس أنهم رابطينه رابطينه بالشيء هذا ده مقارنة بالألعاب الجاتشا الثانية لأن ما توقعت لعبت الألعاب اللي هي تسحب شخصية وفي احتمال تجيك واحتمال لا صح؟ لا 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 بس هذه أول شيء أول لعبة ألعبها اللي هي جنشن الآن الألعاب الثانية اللي مثلها اللي بدت منها جنشن تقريبا العادة مع مرور السنة يعطونك شخصيات مجانية يعطينك 40 سحبة 50 سحبة مجانا وجنشن فازت فوز غير طبيعي بالشهرة حقتها يعني لدرجة أن الناس اللي يلعبون ألعاب جاتشا مثلك وشباب ثانيين قاموا يلعبونها لأن نطاق ما شاء الله واسع بس انصدموا الناس من الجائزه اللي مقدمتها شركه ان الجائزه مو بكويسه يعني $5 ل 10% من اللعيبه والبقيه اللي هم مورا اللي يجيك مره في اليوم
بعد ما تلعب سنة كاملة وتدفع ناس تدفع بالمئات دولارات في الشهر الواحد. طيب أنا عندي سؤال، في شيء عمره لعبة أعطوك شيء مجاني حلو؟ أنت شكلك مطقوق. تاريخيا أعطت اللاعبين شيء مجاني حلو أبدا. أنا برأيي شو يسوونها ترى كل الألعاب، مثلا فيفا الحين، فيفا يقولوا لك أنا بنعطيكم باكج مجاني، ما راح يطلع شيء. لا فيفا مضروب فيها، فيفا تعتبر كفار بين الكفار، عرفت؟ هذا اللي بقوله، أنت مطقوق من فيفا وجاهي. لا أنا أقول إيه، تعذبنا منها. ما في لعبة يعطونك شيء، حتى مثلا فورتنايت يجون يقولون بنعطيك سكين مجاني، يطلع سكين منتهي، مو بزين يعني. صحيح عدل، بس انه ما في لعبة يعطونك شيء مجاني حلو يعني. هو صح كلامك، بس العاب الجاتشا بالعادة تعطيك ترى اربع ملتي سمن، خمسة ملتي سمن، عرفت؟ اي هذا اللي بنقوله، هذا لنا احتفال. ايوه هذا احتفال السنه، يعطون جوائز كبيره. العاب الجاتا هذا متعودين منها، لان الناس لان الدفع فيها شيء اساسي انك تجمع شخصيات، فيسهلون عليك ان شنو مرت علينا سنه نستمتع مع بعض، روحوا استانسوا. هذا لا ذلونا، عرفت؟ يسهلون عليك بس انه ينتقل فلوسهم. هذا اللي بالضبط الكلام ابو عابد، حرفيا هذا هو. انا اذا اعطوا شيء ببلاش ما راح تشترين في اللعبه، ما راح تشتري. هم يبغون الفلوس هذه اللي بيعطونك اياها ببلاش تصير لهم. طاح المشط، بسم الله عليك. طاح المشط، طاح المشط، طاح المشط، تستاهل. وطاح المشط، طاح انا وعبد حبتنا عليك بعد قلبي. طاح النار ليك بمناسبة اليوم الوطني، عادي اتس اوكي. الحمد لله المشط ما طاح، انا حطيت المشط على طول، التفت قاعد ادوره. هذا الكلام اللي يقولونه ابو عابد، ان لما تقارنها بالعاب الجاتشا الثانيه واللي هي تعتبر جاتشا اساسا ونجحت نجاح كبير، يعطونك 40 سحبه، 50 سحبه، شخصيه واحده فور فايف ستار، سلاح، مهمه تقدر تفرمها، تجيب احيانا شخصيه اضافيه بعد غير الخمسه هذه. ذا كله ما سويته، اعطتك حرفيا ما يعادل شغل مهمتين عندك في اللعبه من المورا. هذا اللي بيتناسب بيخونه. طيب وش عطني مثال على الالعاب. مثلا انا من الالعاب اللي لعبتها 7 ديدلي سنز، خلال الانيفرساري حقهم، خلال اسبوع واحد الجوائز اللي جاتني 12 شخصيه فايف ستار. اسبوع واحد. اللعبه بفلوس ولا مجانيه؟ فلوس، هي مجانيه اساسا. بس يعني مثل جيشن تدفع فيها. هي اللعبه المجانيه. ايه جاتشا بالضبط مثل جيشن. هل هي تنافس جيشن ولا لا قبل؟ اي الحين لا، اول اي انه يعني هي ثقه بلعبتهم انه ما راح. هذا الكلام ما هذا الكلام. إذا زعلوا اللي يلعبون اللعبة يعني ما بيرجعون لنا غصب. هذا الكلام مو بهذا وقاح. أيوة. تحس أبو عابد مو بتحس وقاح، أنه يعني مو بشكر للناس اللي سووا دعم، بس أنه ما ردكم لي الوسخ. هذا باختصار اللي يقوله حرفيا. بس كل الشركات ترى كذا، يزعلونك وتزعل عليهم فترة بعدين ترجع لهم. كيف الحالة اليوم ترى طلعت فيفا 22 الحين فيفا 22 اليوم الحين قبل ساعة سووا إعلان عنها، ذكرت. جيب اللي كل الناس زعلانين على فيفا، والله لا يوفقهم إيه فيهم وفيهم كل بيشترونها. انا شريت اليوم. لان ما في لعبه منافسه لها من ناحيه كره القدم يعني. لا نفس الشيء قلت ترى لا منافس. صحيح ممكن ما له منافس. ما في منافس لها. جيم موجود بكل الاجهزه ترى، سالفه موجوده بكل الاجهزه شيء خطير ترى، وخاصة يلعبون مع بعض. شيء مخيف لما أنا صح. مع بعض وكل الأجهزة وأن طالع برا تفتحها بجوالك الأيفون عادي بنفس الرسوم بنفس الجودة. ولا حط في بالك إن الأهل لو يلعبونها ما يطلب مهارة ولا جيمر إنه يلعبها. بداية اللعبة سهلة. جدا سهلة، مدخلها سهل. بعدين لما توصل لسبالة الأبس و55 تنطق شوي، بس في البداية إذا أغلبية الناس ما يشوفونها، فناس واجد عندهم مدخل بسيط لها يلعبونها. بس ذكرني بفيفا نظام الشباب، لأن حطبينا فترة طويلة فيفا أبو عابد. دائما وابدا ما تنزل نسخه جديده كل يسب فيها، وعطى شهر شهرين كل طب شراها ولعب فيها، وتنزل اللي بعدها كل يسب فيها، والفره اللي عمرها ما تنتهي. يا رب الاولى ترجع. الله الله افضل. الله الله. وتنعاد كل وتنعاد دائما كل سنه. انا الحمد لله صار لي سنتين بعد عن فيفا. ريح لك يا رجال. في العاب كثير يعني، انا كصانع محتوى في العاب كثير ادخلها بس عشان المحتوى. صحيح. وفيفا من الالعاب هذه ادخلها مو بعشان استمتع، عشان اجيب منها محتوى. عدل. اي لا عدل 100% يعني. هذا أيه. انا خوفي، انا جنشن الان مستمتع فيها وجاي منها محتوى، انا خاف اليوم اللي اطفش منها.
هي لعبه صراحه محدوده يعني حتى انا ودي اكلمك اكلم بس الكلام هذا ما ودي انه ياثر على صناع المحتوى ولا لا بالعكس هل يعني متقدم في شيء انا احس انه جينشن محتواها محدود كذا جمهورها محدود وبيجي يوم يعني خلاص انت مثلا يعني انت يا افضل ما شاء الله اذا كتبنا جينشن امباكت باليوتيوب تطلع قناتك اول قناه الله يجزاك الحمد لله توفيق رب العالمين في شيء اي والله ما شاء الله لكن انت تخيل انك كل متابعين جينشن كل اللي يلعبون جينشن مثلا الخليج يتابعونك او بالمدن العربيه كلهم يتابعونك راح تحس انه خلاص ارقامك محدوده ووضعك محدود ومحتواك محدود فلازم تكاب الدائره هذه لازم لازم يعني هي محتواها محدود مو زي انك تاخذ راحتك كمحتوى مفتوح لكل الالعاب صح مليون بالمئة كلامك ترى انا يعني قاعد افكر في الشيء ذا ومنطقي كلامك 100% لان مهما كان جمعت كل اللي يلعبون جينشن ما زال اقل من الناس اللي يلعبون الالعاب الثانيه الواقع اي مره مره وغير كذا انك المحتوى المتجدد ذا يعتمد على اللي ينزلون اللعبه واحيانا ما ينزلون لك شيء فتقعد كذا ما تسوي شيء صح مليون بالمئة صحيح مليون بالمئة صحيح اي فعشان كذا انا دائما انصح الناس يعني او شيء انا يعني ضد التنويع اللي مره تنوع كذا من البدايات لكنك بعد ما تجمع يعني تجيب قاعده جماهيريه ما في مانع انك كل فتره تحاول انك تنوع تطلع لك محتوى يمين يسار والله العظيم ما يجيب ارقام زي محتواك الاساسي لكن مع الوقت بيبقون معك ناس يعني يبون منك اي شيء والله العظيم ترى كلامه ينقط عسل فعليا ترى كلام جميل ذا والله ترى فعلا انه جيب لك فاونديشن مجموعه معينه من الناس متابعينك وابدا جرب رجولك في اماكن ثانيه العاب ثانيه في كميه من الناس بيستمروا معك كلام الناس اللي يصنعون محتوى لك صحيح بالقلب في الصميم حرفيا يعني في ناس بعدين بعد بيجون اذا غيرت انت جينشن بيزعلون عليك إيه؟ ليه أكيد. تغير جينشن ارجع الجينشن وما في شيء تسويه بس انا يعني دائما انصح انه تنوع بس ما يكون ما ياثر على محتواك الاساسي كمل جينشن لكن حاول انك يعني. الله الله لا النصيحه انا حطها في بالي والحين زدت تصميما بعد كلامك اللطيف الله يجزاك الخير بعد قلبي الله يسعدك حبيبي الله الان اللي كلنا نتفق معاه بعابد ان الشركه ما تحتاج تعطي شيء مجاني لان عارف ان احنا بنشتري في اللعبه فخاطرهم ليش يحرمون ولا يعني وشوف وصراحه باختصار يعرفون انكم تزعلون وبرضه بنرضى يلا شكرا يعني والله انك صادق يعني يا ليتك ما تقولها شفافيه بس يلا ما ودي اقول انا مستحي والله شكل نهايتنا نهاية الشهر كلنا فيفا مع بعض نلعب بوكاف عفيفة تنام سؤال أخير بهالموضوع عيوني آمر هم الحين معطينكم شخصية مجانية هذه حقت البلايستيشن صح؟ عدل هل هي شخصية سيئة أو كويسة؟ أضعف من الفور ستار وأنا طبعا من الناس اللي العادة حتى الفور ستار زي أمبر أنا أبيها لأن الناس تكره بس أنا أقول لها يمديك تبنيها بجامد جيد اي 5 ستار يعني عندنا سواد بس عندك بس طيب. اللي اهم انه مو عندي هذا اللي اهم صراحه بس انه للاسف ارقامها الالتيميت حقت الوي اضعف من تشارج اتاك حق امبر طيب ليش انت تتوقع ليش هم لما يبون يعطوا شيء مجاني ببلاش انا مجانيه اي مليون بالميه انا توقعت قلت يمكن لان اعلان متبادل بينه وبين سوني يمكن يكون صح اي انا قلت يمكن يعطونها دمج قويه للامانه يعني مثلا يعطونه لون احمر يعني تحسه شيء مستحيل يحطوا لكم سلاح مجاني مثلا يصير قوي مستحيل يحطوا لكم شخصيه مجانيه تصير قويه مستحيل شيء مجاني راح تقطع رزقهم هذا اللي وضح هذا اللي وضح مشيتهم ولا هدف حقهم يوم شفت الوي هذا اللي لما اقول للناس زعلت انا اللي شهر الان شهرين من شفت الوي عرفت ان الشركه بتحلب اكبر قدر ممكن من الفلوس في اللعبه قبل تطفي اللعبه يعني ما يهم ما تبي يرضى اللاعبين لان على قولة عابد ايه ما ردهم بيرجعون تبي تحلبها قبل لا تموت ايه الله اللي موجودين الان بتطلع منهم اكبر كميه ما تبي تعطي شيء ببلاش يغطي على الكاركترات اللي يشترونها بفلوس اللعبه يعني بس شوف عشان نكون صريح مع بعض اساسا احنا وصلنا لمرحله ان خاصه خلينا نتكلم عن اللي يدفعون وصلنا مرحله خلاص ما له داعي نجيب شخصيات مليون بالمئه مليون بالمئه يعني انا الامانه ترى اجيب شخصيات بس عشان اسوي لها شرح باليوتيوب صحيح هذا مليون. هدفي اساسا من زمان وصلنا مرحلة خلاص ما نحتاج شيء يعني مليون بالمئة أنا مثلك أنا أصلا في الناس بعد دائما أتكلم عنهم ما شاء الله في ال يسمونهم تعرف عبارة free to play أبو عابد ولا أي بس تعودت إيه تعلمت عليها من اللعبة صح لا يلعبون يسوونها بأشياء كثيرة دائم دي هاي يعني عبارة عامة نرجع الفيفا هي موجودة في فيفا يسوونها كثير أي لأن يمديك تجيب كاركتر أي الله الله
الان مو كاركتر ما احس غلط تقول كاركتر فيفا عرفت لاعبين يعني ايوه شيء يعور قلب صراحه شيء يعور قلب الله حق وادي بس يعني الان فوق هذا كله الناس طبعا معابد حاق مثل ما انت توقعت حاقده بشكل غير طبيعي على الجوائز اللي اعطتهم اياها بعد ما طبوا سنه وهم يلعبون لعبتهم يدفعون ويشاركون وكلام ذا كله وجاء في نفس الوقت بانر حق شخصيه جديده كوكومي سحبت لها جربتها انت ولا ما جربتها والله يعني انا حظي الحمد لله كويس بالشخصيات من اول مره فتحت كذا طلعت لي بالافنت ولا بعد المحاوله الاولى كذا على طول طلعت لي بس انه انا اشوف ان البانر سيء صراحه البانر كله سيء الحين انت و90 او 99% من الناس يشاركونك في الراي هذا اي لانه بال حطوا معها ساره شخصيه جديده فصاروا شخصيتين هنا هناك بس شخصيه واحده ومو مره توب يعني الله الله واللي وياها توقعت اللي بالقصه هذا في واحد قصير كذا توقعت انه يصير معها يعني فور ستار اللي عنده ذان جورو عنده ذان او جورو ايوه جورو يا ايه توقعت انه يعني بيطلع بيصير شخصيه معها يعني لا لا الان الناس حاقدين حقد غير طبيعي على الشيء هذا ولانها نظامها للاسف ما يفيد الناس اللي يدفعون في اللعبه زي ما قلت سند منحتها شخصيه جديده وهي ما تكسر اي سقف في اللعبه بالعكس تسوي حاجه متوسطه على كل المجالات مهما تحطها في اي فريق بتسوي شغل حليو بس ما راح تبدع في اي شيء تسوي شوف للامانه مونا صح هي زي مونا تقريبا مونا تسوي دمج اكثر بس يتهيل وتسوي مساعده في الووتر اكثر ليش قطعنا كلامك يا سند لا لا عادي يا اخوي ايش دعوه اقول لكم شخصيه كوكومي لما انا قال لي الشخص كلمه اللي هو سعيد باي ذا واي قال لي كلمه وعاني شغله بسيطه يقول كوكومي من الشخصيات اللي حطت لك مثل توجه جديد للعبه لان شخصيه تعتبر اسطوريه كواب بشكل مخيف بالكواب شيء جبار لان تعطيك هيل تعطيك دمج عالي يعني تقدر تشارك بالدمج مو نفس دي بي اس ولكن اقوى من الهيلر الثانيين بمراحل وبنفس الوقت الفريق عندك ما راح تنقص طاقته نهائيا فممكن نشوف توجه انه قاعد يحاولون يضبطون لنا كاركترات عشان يسهلون الكواب بالمستقبل إيه ممكن يجي نظام الريدات زي اللي في واو مع انه هم مخططين طبعا الاساسيه ابو عابد حاطين في مفروضا اذا ما غلطان في 3.0 ولا 3.3 بيحطون نظام ريدات فيمديك تلعب مع ناس ثانيين في ريدات حلو. وكل واحد يجيب يعني شيء حلو الريد يصيرون 10 لاعبين مثلا ما حددوا الرقم حاطين عباره ريدات اول ما بدوا تصير اللعبه الريد اكثر من انك تدخل دنجن بالالعاب كلها الريد يصير عدد كبير يلعبون. اذا الدنجن اربعه ذاك العدد اكثر 10 15 20 يكون عدد اكثر صحيح مليون بالمئه بالضبط الريدز ترى لازم تصير اصعب يس مليون بالمئه واستراتيجيه إيه اكثر انك تدخل بس وتضرب بس كذا وتقفل اللي قدامك زي الدومينز ميكانكس اشياء كثيره زي الدومينز واتمنى يحطوا فيها كاب لان الويلز ما راح يستمتعون والله جد كيف كاب كيف كاب يعني مثلا راح ادري في ناس كثير راح تضايق خاصه الويلز نقول شلون اقول فشله بطريقه محترمه دي يوسف سعيد منو في راس فارس منهم حطها سامح اقصد لا ايوه منوب حلو اوكي الويلز المنوب راح يتضايقون ان مثلا على الكلمه اللي راح اقولها ولكن نقول مثلا الكونستليشن ما تشتغل داخل اي فهم قصدك حلو فيكون الكل حرفيا متساوي داخل والرانك الاسلحه تكون رانك 1 فقط ما تصعد رانك 5 لا لازم الريدز لازم اصلا ما تحمس الناس يلعبون الا انك تجيب بكل الالعاب تجيب قطعه كويسه وصل تصير الهدية إنه تجيك قطعة هذا المفروض هذا البوش أرتيفاكت مثلاً أرتيفاكت أسطوري بس ما يطيح إلا من ريد مثلاً هذا اللي هذا اللي يتكلمون عنه بس لازم تعرف إنه الريد فيه استعراض مع الثانيين يعني أنت توري الناس إنك قوي اللي معه جمعت قطعة جمعت كذا سويت كذا من الألعاب الثانية شوفوا أنا كم جبت رقم كم جبت دمج واحد لعب واضح إنه لعب واضح لازم في استعراض لازم اللعبة هو الاستعراض راح يكون فرق الأرتيفاكت وبناء الارتفاكت نفسه ممكن هني يكون الفرق ان الارتفاكت راح يطيح لك من الريد فانت اساسا من الريد قاعد تستقوي على الناس الثانيين عرفت بس الان توقع سند الشركه ما اعطونا شخصيه مجانيه اللي كانت تفشل رفضوا يعطونك جوائز بعد مرور سنه اذا جاتكم الخيار ان في الريد يحطون نظام انك اذا دفعت فلوس تصير اقوى ولا يحرمونك من الشيء هذا شو اللي بيسوون والله شوف مو شيء بعيد عنهم يعني ما راح يسوونها عرفت
ما استغرب ابد اكيد بحطوا نظام لك 3000 جيمز 3000 جيمز تخلص الريد بسرعه رحت كسلزل تشتريها اسرع لك والله ما استبعد هذا من الاشياء اللي مستغربه ترى باللعبه انه الرزن قليل مره قليل قليل وبعدين قالوا انه نظام بالصين وعشان الادمان وما ادري ايش خاصه مع النظام الجديد الشركه استغلوه صار عشان يكسبون فلوس اكثر صح اي ف انا 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 شوف انا ممكن اكون ضدك بالنقطه هذه ابو عابد لان شوف نظام الرزن يمكن اللي دخلوا من بدايه اللعبه كان ترى توصل ليفل 29 تخلص القصه تقريبا حرفيا تلفل من الديلي ومن الرزن حلو بس لو انه ما كان في نظام رزن انا عن نفسي خاتمها بشهر حرفيا خاتمها بشهر ليفل 60 كل الارتفاكتات القويه عندي وتركنا اللعبه ما قعدنا السنه كامله نستمتع باللعبه يكنسلون الرزن انا يقول زد يزودون شوي 100 و160 اتوقع هم ضايقونا الحين بسالفه الرزن بسبه البوس الاسبوع الجديد فاتوقع ممكن بال 2.3 ممكن يزيدونه هذا كلام ابو عابد ترى منطقي لان تخيل الان كم نحن نلعب سنه احنا لان السنه الان نلعب السنه انا على نفسي السنه لا حلو الان انا ثلاث ايام اربع ايام الى الان ما لفلنا كل الكاركترات فل ولا كل التالنتات فل ولا كل الاسلحه فل ولا قربنا في نقطه النص تقريبا لان اخر 10 لفلات شوف هذا حنا وهي هذا احنا اللي ندفع المعرقين الناس المعرقين اللي تدفع ترى بوصله 90 من زمان لا بس انه حط في بالك ان كل كاركتر 90 والتالنتات التالنتات تطلب اسبوعات او مهمات اسبوعيه ما يهم انه يدفع لا وهذا صح 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 فتخيل ان احنا وياك ندفع اكثر من اغلبيه الناس يعني في ناس ما يدفعون اصلا في اللعبه فاحنا ما بعد نحلب كل شيء ولنا سنه كامله واحنا نلعب فيها صحيح هذا احس انه ما طلع واجد الرزن مصمم انه يمد طول العمر اللعبه مثل اذا كانك تذكر ابو عابد ان الريدات تسويها مره في الاسبوع عشان يمديك تفرم احسن جير في اسبوع واحد انت الموضوع اذا قعدت اطول تدفع الشراكة اطول تستفيد اكثر نظام الام ام او بس فرق الواو وكذا كان الاشتراك في اشتراك شهري عشان تلعب الله الله اصلا عشان تشغل اللعبه ما يدرون عنها اشتراك شهري عشان تلعب اصلا اللعبه لازم تشترك عندنا شهريا غير فلوس اللعبه بالاساس تشتري لعبه وتشترك كل شهر بقيمه كم 15 دولار 10 دولار والله اني ناسي بس في اشتراك شهري وكان أفكر يعني من الناس اللي مشتري بس نظام الاشتراك هذا لما أنا نظام محترم يعني بعط 10 دولار والناس كلها سواسيه داخل عرفت اول هذا الحين لا الحين تشتري ايش داخل اللعبه بعد سنه اول ما ادري والله ما ادري عن واو ايه واو الحين صار بعد تشتري اشياء داخل تشتري اشياء تلفل كاركتراتك تشتري تلفل بس الفري تو بلاي راس براس معاك اذا اجتهد اكثر صح صحيح صحيح مليون بالمئة إيه. لأن كل قطعة يجيك من الدناجن والقوة من الدناجن ما يجيك من على حد علمي ما أدري كان في أشياء تغيرت ولا صراحة لما زمان ما لعبت العدان بس أنا يجون إخبار لأن ربعي يلعبونها ما زالوا أدخل أشوفهم في في الديسكورد قاعد يسوون بث ويلعبونها الآن كل هذا أبو عابد كره الجائزة كره الشخصية الجديدة وبالذات من الناس اللي يدفعون في اللعبة مبالغ كبيرة لأن ما يشوفون مردود جيد من شخصية عذر أي صح صارت أسوأ مبيعات للكرك أي كاركتر نزل في اللعبة إلى الآن أسوأ مبيعات بشكل جذري. أسوأ حتى من يويميا؟ خلني بوريك الصورة عشان تحكم للدمج حقها مع أنه ما ودي أن أطلع تسريبات بس بوريكم أنتوا الصورة هنا ولا بالبث بتصير؟ أتوقع يمدينا حطها صح؟ أتوقع يمدينا حطها بحر حطها بالبث بالغلط بحطها بس أوه بالغلط حطيناها ما حد يدري ما أدري أنا بوريك المبيعات اللي جات طبعا من يونس بعد أعطوا أرسل ليها أول بأول وينك 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 اسمع وحقني إيه هذو بسم الله شو صار تذكر قبل يوميا كان أسوأ من مبيعات تذكر سند ولا ما تذكر يب الأسوأ من مبيعات درجة مخيف يعني كوتشين كانت أعلى منها تقريبا صحيح كوتشين كان أعلى منها يعني شيء مخزي يعني واصل مرحلة المخزي عرفت هذه طيب اياكا كيف مبيعات لا اياكا بدعت الحين بتشوفهم اثنين مع بعض بتشوفهم في صفحه واحده طب انا عندي نظريه بس يلا حط يلا قل نظريه قبل حلوه قل نظريه قبل النظريه انهم يطلعون لك شيء خايس عشان يصير بانر خايس ومبيعات تطيح البانر الجاي بيصير رهيب خرافي مره كل الناس تشتري فيه من طريق يعني ما راح ينزلون لك كل شيء رهيب بس يا اخي والله تعبوا على انيميشن الشخصيه تعبوا على اشياء واجد ايه انا فاهم عشان وشو شوف هذا قد حطيت الصورة هذه مبيعات كل الشخصيات
من فينتي كلي هذا كل شخصيات بالترتيب حقه حلو اول يومين طبعا لما يحطونه على مدى هذه اياكا هنا اياكا في اول يومين جابت مليونين يعني كلامي صح شوف شلون ضعيف قوي ضعيف قوي ضعيف قوي ترى في جزء من المنطق اللي تقوله صحيح فعال الان شوف المبيعات حقتها اقل مبيعات الى الان هو ليش الوحيده اللي ما عندها عمود هي عشان يوم بس حرفيا اقل مبيعات قبلها المشكله البانر كان اعلى مبيعات في اول يومين في اللعبه كلها بس صراحه بال يا ناس انا جديد على اللعبه والله بال قويه بشكل مو طبيعي ولا في القصه بعد خرفلاتنا في القصه خرفلاتنا جات غير القصه القويه وشخصيتها بالقصه وكذا شخصية مرة يعني بشيء يعني تجلد تدمج تساعد الفريق وترجع الانرجي شيء مو طبيعي هي يعني شخصية اوفر يعني طبعا اللي يسأل هذه كوكومي اللي هنا اللي المبيعات اقل من 1 مليون ما جابت مليون يا ساتر والله حيل قليل بس مو بدري تحكم على المبيعات يا لا بس هذه كلها تحكم مبيعات اول يوم بس القائمة أول يوم بس دمه مبيعات فيوريك إن بال أصلاً لأن في احتمال مبيعات جونغلي ما أدري صراحة كبشكل عام غطت على بال ما أتوقع بس أنا في احتمال بس أول يوم بنرين له مو له مو واحد بس هذه أول يوم أسوأ مبيعات من نزات اللعبة طيب الحين سؤال كل بنر طلع يكون الشخصية واحدة ولا شخصيتين شخصية واحدة فايف ستار لا مو شرط جديدة بس أحياناً شو مثلاً فينتي مثلاً هذا فينتي أول ما نزل ويوم رجع زاد مبيعاته في النص فينتي أول مرة وبعدين شوف اللي في النص ثالث واحد أو ثالث على مبيعات كان أول كاركتر ورجع ولأن الناس عرفوا قيمته اسحبوا عليه فزاد مبيعاته فكل ثلاثة أسابيع لا أنا بس قصدي أنه أحياناً يصير في شخصيتين جديدة بتطلع لك فتزيد المبيعات زي بالا الحين حلو مو بالحالة صح كلامك صح كلامك يعني البانر في شخصيتين صحيح كلامك 100% لأن في احتمال أنا يوم جيت أفتح كوكومي كنت أقول لنفسي إنه حرام كوكومي بس الباقي الشخصيات كلها موجودة عندي ولا أحتاجهم أصلاً ليش أنا أفتح هنا فأتوقع إنه إذا صار في شخصيتين أفضل صح 100% لأن في ناس ما كانوا يبون بال بس يبون سارة بس حبوا في نفس البانر وذا إيش زاد في مبيعات البانر نفسه كلامك منطقي 100% شوف بعد فينتي راح تشوف تشايلد كانت مكريتة روزاريا انا عن نفسي دفعت عشان على تشايلد عشان روزاريا بس الظاهر اول بانر هذا اذا ما غلطان اول بانر يجي ريران ما حد يبي الكاركتر الرئيسي ويبون الكاركتر الفورسري معه ولا لا لما اذكر مع الكاركترات اللي قبل اول مره يصير انت يعتبر شخصيه سيئه اغلبيه الناس يظنونه سيء بس والله حق جيد بس يعني اغلبيه الناس اللي يلعبون نظام اللعب غريب حقه ويزاد قوه بشكل جذري مع الكونستليشن يعني هو مو بس لانه غريب ترى الشخصية حرفيا يعني تعتبر انا عن نفسي مقسمهم انا قاعد اسوي مش تنظري ليش بس مقسمهم واضحه نظام جيل قديم نظام جيل جديد نظام الجيل الجديد دمج اللي يسوونه خرافي حرفيا يسوون دمج مخيف لما تجيب تشايلد جنبهم يعتبر ضعيف ليش انا انصح الناس يدفعون على شخصية حرفيا راح يقطع احتياط ممكن لان في عندنا دائما انا بالبث يقولوا لي تشايلد رهيب لا حلو تشايلد دمج كل ما زاد عدد الوحوش اللي تقاتل معاهم كل ما زاد دمجه باختصار فاذا كان وحش واحد لا دمجه يكون متواضع اذا كان عندك 3-4 دمجه يبدا يغطي كثير من الكاركترات الثانيه الكلام انه في اللعب عندنا الان في 4 محتلين القمه غانيو اللي هذه مبيعاته هنا وتاو وتشاو وبعدها جت ايول الذي اللي اعتصت والناس سحبوا عليها لان في العرض حقها اعتصت وكانت كيوت بدون مجامله وعدد الناس اللي قال سحبتها ان اعتصت ما تتصور اكم ناس تخربت بعطسه حرفيا هذا اللي تعب على الاعلان بس خلاها تعطس لعبت قصتها انا والله انها كريهه والله يعني معليش احد يدري شايف عمرها خشمها فوق شايف عمرها وتكلموا معي بطريقه زينه وانا لي اسلوب بالكلام ما ادري ايش الله الله شوغن يعني فوق ناس شوغن عرفت يعني هي الحاكمه فوقها اركن يعني الان كوكومي الحين ذا كله صار ففي كره غير طبيعي جاء على ميهويو وفي احتمال في احتمال ان يرضخون ويحاولون يردون زي ما تقولون يعدون الواجهة حقتهم مع بعض اللعيبة في احتمال مع أن الأغلبية إن إذا هم أذكياء ما راح يسوونها للأسف إذا هم أذكياء ما راح يسوونها لأن إذا أعطوهم وجه بيعدلون عشان يحسنون مبيعاتهم إذا بيسوونها صح كلامك إذا بيسوونها وبيقولونها الآن إذا بيسوونها بيقولون الآن ترى بنعدلها عشان يحسنوا مبيعاتهم الآن لما تفرق بعدين
لان دائما اول دخول الكاركتر هو احسن مبيعات له، في استثناءات بس هذا العاده القاعده، اول مره تدخل كاركتر بس بالفلوس ولا ما صدقني الشركات اللي زي كذا ما يهمهم رضا اللاعب لانهم عارفين اللاعب راح يقعد عندهم مهما كان. هذا 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 اللي اقوله، لو اذكياء هم الحين بيصبرون كذا فتره بعدين يرجعون لك بانر كذا رهيب كلكم تقولون يلا والله بانر خرافي خلنا ندخل فيه. اتوقع هذا اذا ردوا غانيو اتوقع راح يسوون شيء هذا. yeah. هذا اللي يبون الناس، راح يصير هايب كبير. الان ما راح اطول في الاخبار انا ودي كذا اختصر عليك بعد قلبي بعابد. ايفنت الاسبوع هذا انت تسوي الايفنتات الحاليه في اللعبه ولا ما تسويها؟ اغلبهم اللي يجيب لي يعني على حسب موارد. حاجتي يعني باللعبه مثلا اذا كنت محتاج مورا ولا محتاج شيء لفل فيها اروح اسويه. الان انت ما لحقت الايفنت ذا عدو مره ثانيه اللي هو سبكتر السيكريت، تروح تكلم كاثرين اللي تعطيه المهمات اليوميه ايه اللي ترسل شخصياتك. الله الله ترسلهم. الان شوف في شيء جديد انك ترسل شخصياتك المهمات اس ولا اي ولا بي؟ ايه سويتهم. ايه انت ذي ثاني مره يحطونها في اللعبه. انا وسند لعبناها من قبل نسال اول حاجات. انت ايش رايك في الايفنت هذا مقارنه بالايفنتات اللي لعبتها؟ حلو انه يجيب لي قطع انت تحتاجها يعني بس من قليله. ايه قليله لكن حلو، حلو انك تستفيد من الشخصيات كلها، انك ترسل ترى اذا ارسلت هنا وارسلت هنا تصير ارسلت اغلب شخصياتك. صحيح. الان الناس تعيب ان الايفنت العادي ياخذ وقت اذا انت تحب اللعبه وتبي تلعب ما في شيء تسوي فيها. الايفنتات اللي تعطيك وقت اكثر تلعب فيها. فالعيب الجواز حقته حلوه بس العيب اللي يتكلمون عليه الناس واللي بوجهه نظرك فيه ان الايفنت يمديك تسويه بكليك اقل من دقيقه. كليك 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 ارسلت اللي عندك اليوم. لو سمحت الاس لازم تفكها. الاس يعني لازم تفكها الاس تروح تذبح مجموعه وتجي تسلم مره ثانيه. يا حدك لا تظلم اللعبه. هم يبغونك تدخل اللعبه تقضي مهامك، تروح تخلص مهامك، تخلص الريزن اللي عندك، ترسل شخصياتك، تقفل اللعبه. وانت بالنسبه لك انت انا يهمني الشيء ذا لان انت نظام لعبك اقرب لكثير من الناس اللي يلعبونها فتره بسيطه في اليوم. فايش رايك في الشيء ذا بالنسبه لك؟ هل هذا احسن ولا اسوء يعتبر؟ لا انا ودي انهم يحطون فعاليات اكثر. انا افضل لي انه افضل يعني انه فيها فعاليات وكذا، لكن افضل من لا شيء من قبل اول اللي ما كنا نستفيد يعني. صح. اذا ما كان في شيء اصلا جوائز الحدث الثاني مو بش اسمه واللي ترسل تجيب مورا وتجيب الاكسبيديشن هذا الاكسبيديشن عادي اي العادي جوائزه سيئه مره والله. اي عادي عادي جدا عادي اي بس هي مستمره. اي مستمره لو يخلون هذا مستمر بعد. هذا اللي انا اقوله، لو يخلون من نهايه الاسبوع الويكند يجيك المهمات دي اللي ترسلها تعطيك موارد احسن الويكند بس تخلي الناس تدخل اللعبه وتقعد فيها فتره اطول. بس طبعا ما في عمل يسوونها لان انا راح اوزعها برايم وجنس حرام عندهم. اي في شيء زعل ترى بجينشن مو موجود بالالعاب الثانيه يزعلني انا اللي هو انا ابغى اطلع الفل شخصياتي الفلهم الليفل حقهم اني اقتل الموجودين امشي وقت الوحوش مثلا يجيني اكس بي يلفل شخصياتي. هذا ترى موجود بكل الالعاب. صح. انك تلفل شخصياتك خلي التلفيل الادفنشر رانك هذا. ايه انا ابغى مثلا اطلع بشخصيه رقم ليفلها واحد اعطيها اكس بي يزود يصير 2 3 4 عشان انا اقعد اذا خلص الريزن اقعد العب اني ادور ويعني اجلد الوحوش. انا صح انه بياخذ مني وقت كثير بس ابغاه يتحرك في يجي اكس بي قليل لكن هذا لا يسوى صراحه. هذا الكلام ان لما يقول لك لا هو يجيك اكس بي بس يعني ما يغنيك عن الكتب فافضل لك تفرم كتب. لا 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 شيء اي افضل صح صادق عشان تصرف ريزن على الكتب. بكل الالعاب انا لعبت فاينل لعبت واو كلها تطلع تلفل شخصياتك تقول انا والله فاضي اليوم ابى اطلع لفل شخصياتي اللي انا ما لفلتها. الله الله جرايند تقدر تسوي جرايند تقدر تلف. بس انه كذا انك تنتظر الكروت وتنتظر الريزن وتنتظر مدري ايش صراحه شيء يزعل. الان الاسبوع الجاي في يمكن اطول ايفنت في 2.1 اللي ثلاث ايفنتات في ايفنت واحد اسمه مونلايت ميرمنت اللي فيه طبخ في زي التحديات قتال زي يسمونها حج الادبتاين في عاده كانوا يسوونها الناس على مدى السنين وبنحاول احنا نسويها عشان نفهم ايش يسوونها. باختصار بيخلونا نمشي في ممر ونقاتل وحوش ونطبخ اكلهم وبيعطونا سلاح السمكة باذن الله في الاسبوع الجاي كذلك اللي كثير من الناس يستنونه اللي شكله ما انت من النوع اللي كنت تركب سلاح الميم. يب سلاح الميم. هل كنت تركب ترانسموغ على القطع حقينك ولا ملحقت عليهم في واو وعابد؟ الا 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 الا
هذا يعني بيضيفون شيء كذا باللعبة انك تضيف على الان اول سلاح يحطونه شكله اهبل سمكه خانك بسمكه لا اكثر ولا اقل ففي احتمال اذا الناس عجبهم الشيء ذا يحطون نظام ترانسموك يعني بدك تحط شكلك سلاح على سلاح حقك السلاح حقته قويه بس شكله اهبل مثل اسلحه ثانيه موجوده عندك طيب هل بيخلونك تدفع علشان تغير سلاحك؟ أكيد بيخلونك تدفع أكيد بيخلونك تدفع أكيد أبو عابد توك تقول لنا بساعة تعلمنا ما ردنا بنجي بالضبط هذا ما ينسى السؤال هذا واضح كرمهم ولا يدرون عنك أي شيء تبي تبي نفس بفلوس بفلوس لو بيدهم خلونا نتنفس بفلوس هو أنت تنفس بفلوس ترى الحين قريبا الرزن هذا مشكله انطر الشهر الجاي يمكن يحطون اشتراك فوقها عرف ادفع اشتراك كل شيء بيسوونه يلا الان ودي احط فقره ان نعطي فرصه للناس يعطون اسئله اذا عندك انت اسئله ودك تسال بعبد حياك بعد قلبي هم العاده المتابعين اذا عندهم اسئله معينه لي لك ولسان الاولين ثلاثتنا يسالون فعندكم فرصه ان تكتبونها ونجاوب عليها قد ما نقدر باذن الله تمام طبعا. انا بس اذا جاني سؤال بسال على طول مباشر طيب اللي جفالك سؤال ما عندك مشكله انا عندي سؤال بالبدايه اخلص حلو ابدا زين ما يصير اسال ولا بس اكتب الشات اسال اسال بس المشط وخر عن الشاشه اقول انا ترى شوف اذا ما عجبتني هذا كذي على طول ادافع طيح عليك المايك الحين مره ثانيه الله ما نساها فارسي نظرك ما شاء الله عليه ما يحتاج شوف ابو عابد ما شاء الله عليك يوتيوبر ناجح ومضرب مثال ما شاء الله عليك وهذه حقيقه تقال واقرعه جميل واقرعه جميل قلها انا قاعد احاول اتجنب الاقرع عشان يجيني امل عرفت اني انجح مستقبل لازم تعرف ان علامه ذي انا علامه هذا تريد مارك تريد مارك صدق والله حرفيا انا والله اتفهمها مليون بالمئة ابو عابد لو ازرع شعر ترى نص المشاهدات ذي بتروح ابو عابد اضغط على افضل اقرا شنو كاتب لا اقرا اقرا شنو كاتب حق الديسكورد ايه بال شايننج لمع الصلع جالس القرعه الواضح احنا دبل اكس بي عرفت صدق اتفهم تريد مارك مليون بالمية ابو عابد حرفيا اتفهم ما شاء الله شوف انا عندي سؤال كاول شيء كصانع محتوى جديد واتوقع ناس كثير راح تستفيدون السؤال هذا سواء كانوا بادين او مفكرين انهم يبدون اسلم شنو نصايحك لليوتيوبر الجديد؟ اذا بينتهي بالمجال هذا المفروض سالنا السؤال ذا احنا من البدايه اول نصيحه الصبر في ناس يعني يفتح قناه يجي يرسل لك بعد اسبوع يا اخي انا فتحت قناه قعدت اسبوع ما جتني مشاهدات ما يدري انه احنا اصلا قعدنا سنين عشان نجيب المشاهدات هذه نجيب المشتركين ونجيب التفاعل نبني القاعده هو يبغى التفاعل السريع فاول شيء تسويه انك تصبر حلو الشيء الثاني هذه نصيحه انا ما عرفتها الا يوم كبرت قناتي انك سالفه انك تكون مرتاح يعني هذه خلاص ترى بتصير وظيفه لك الله إيه صح ما احد مرتاح وظيفته ما حد يروح لوظيفته يقول الله فلا انا بروح لوظيفتي هذه يعني خلاص انت بتصير وظيفه لك في بالبدايه انت تصير متحمس وتبغى تقدم محتوى ومستمتع وما ادري ايش لكن مع الوقت تقلب وظيفه فسالفه انه انا بس بنزل الشيء اللي انا بستمتع فيه دائما يقولون الناس الكلام هذا وبنزل صعب شيء هذا عادي انك يعني ما فيها شيء انك تنزل شيء انت ما تبغاه انا احيانا العب لعبه انا ما ابغى العبها صحيح بس لاني انا صانع محتوى ابغى اقدم محتوى يعني للناس الناس يستمتعون فيه مو بشرط انا استمتع يعني حقيقه هذه انا عرفتها بعدين اول كنت لا اعاند انا بس العابي وما ادري ايش بعض المحتويات ارضى الجمهور يعني تمام والشيء الثالث والاهم اهم شيء الاستمراريه انك تحط لك جدول سالفة انه على كيفك مرة تنزل الصبح مرة تنقطع ثلاث ايام مرة تنقطع شهر مرة ترجع ما في لازم تحط لك جدول ثابت انا الحمد لله من يوم بديت ما انقطعت ابد ما شاء الله ابد مو سهل والله مو سهل ترى ما شاء الله اسبوع بالكثير وارجع يعني ما اخذ بريكات طويلة هذه فلازم انك تستمر عندي السؤال مبني على الاستمرارية اسف اني قاطعتك الاستمرارية تقصد فيها مهلة زمنية مقدارها كم؟ على حسب جدولك أنت واستطاعتك يعني فيديو كل يومين أنت يا سند لو تقدر تنزل 10 مقاطع باليوم نزل 10 مقاطع باليوم وكمل
انا هذا على حسب قدرتك انت يعني، كل واحد قدرته يعني. ما شاء الله شوفوا سيد، انا دائما اتكلم سيد، تعرفون سيد كلكم. سيد ينزل 3 مقاطع باليوم من يوم بدا، ما شاء الله ما شاء الله، 3 مقاطع باليوم بقناته الاولى ومقطعين بقناته الثانيه، يعني 5 مقاطع يوميا. هذا الشغل كذا يدق ما شاء الله 9 ساعات يوميا كذا يحطها، ما شاء الله ما شاء الله. يعني الموضوع اخر عنده وظيفه، وظيفه ما شاء الله، فول تايم جوب حرفيا، لانه شاف نفسه يقدر فقال ليش لا، واستمر عليه. فانت على حسب قدرتك، انا ما اقدر مثلا 5 مقاطع زي سيد، اقدر اني كل يومين كل 3، بس انك لازم تستمر، تحط لك جدول وتمشي عليه وتخليه يعني خلاص شيء اساسي، يعني بيصير شيء اساسي في حياتك اذا انت جاد بسالفه انك تكون صانع محتوى. اما سالفه انه فور فن، انا متى ما بغيت اسوي مقطع اسوي مقطع، لانه الحين كثروا صناع المحتوى، ما ينتظرونك زي اول. صحيح، منافسه كبيره، منافسه اكثر بكثير من اول. اول ترى كونك بس يوتيوبر تنجح كمان على بدايه اليوتيوب، انك قدرت، كان الصعوبه بالادوات انك تجيب جهاز وتجيب قطع تسجيل وتجيب كاميرا، كانت صعبه ذاك الوقت مو زي الحين. الحين الجوال كل شيء، شوفي الجوال كل شيء، الحين تقدر تسوي كل شيء باي مكان، والتسجيل وما التسجيل عدل. كان هذه الصعوبه اول، لكن كون انك بس انك تصير يوتيوبر تقول السلام عليكم انا بقدم لك محتوى، كانوا الناس بس يبحثون عن اي يوتيوبر، وكان يقدر ينجح الواحد اول. لكن الحين لا، الحين لازم تقدم لي محتوى ولازم اشوفك كثير، سالفه انك تنقطع على كيفك ترجع، كثير انقطعوا ويوم رجعوا كذا ما صار لهم مكان، اللي الناس نسوهم صادق، وهذه معادله اليوتيوب صارت ما تنشر لهم. اي فاهم، شيء الاستمراريه. الان بسال سؤال في نفس مجال الاسئله هذه، احد اسئله المتابعين، هل تشوف لجنشن امباكت مكان في القناه عندك، ولا تحس انه من الالعاب اللي انت استمتع فيها مدى عندك؟ انا ودي اتمنى اتمنى، لكن للاسف لا. هذا اللي بقوله عشان كان من نفس المجال. يعني انا يوم جيت اسوي الاعلان كنت متحمس مره، حلو، كنت اقول انه ما شاء الله، يعني كنت احاول اني بجذب الناس بالباكيجات كنا ليش سميتها باكيجات؟ عشان مثل عارف فيفا. متابعيني فيفا اي لا، لان عارف متابعيني متعودين على المصطلح ذا باكيجات، فما ودي اقول لهم سحب شخصيات عشان بس صح. يفهمون يعني السالب، فقلت هذا حاولت، بس انه صراحه مقارنه بمقاطع الثانيه كارقام صعب انك يعني صعب انك تنزلها القناه، لكني ابثها كثير ومستمتع فيها، لانه انا ترى البثوث على فكره، البثوث عكس اليوتيوب من ناحيه انك تسوي الشيء اللي انت تبغاه، يعني بالبثوث دائما تسوي الشيء اللي انت مرتاح فيه، لانه بياخذ معك ساعه طويله اي، وتقعد تسولف مع الناس وتضحك. فانا يعني جنشن امباكت عادي ابثها، عادي اقعد ساعتين اسولف، عادي اقعد ساعتين العب لعبه، يعني كان جلسه مشاهدات في اليوتيوب. الله الله الله، جالس كان جالس مع اخوياي اللي موجودين بالبث، ذول اخوياي. يلا الله الله عدل، اللهم انهم شعرين والعاده مقرعين الاخويا، يعني في فرق شوي بسيط، بس بسيط يعني. انا كنت بتنمر بس الظاهر قاعد يقسون شوي صح. والله شفت ترى انا ما ادري عن افدل، لكن بالنسبه لي انا خلاص جتني مناعه، يعني مثلك انت. متى قرعت بعابز بعد قلبي؟ ها متى قرعت بعد قلبي؟ عذر المقاطعه، بالجامعه، الجامعه وجابت لي استغفر الله الهم والغم مع الشهاده جاتك شو اسمه. لا وانا اثناء الجامعه يعني بعد. انا جاتني من قبل، جاتني من قبل، والوالد كان خايف على النفسيه، خايف انه ولده انه كذا يروح متوسط ولا كذا، اللي حوله كلهم مشعرين وهو واحد مقرع بينهم، فخايف على نفسيتي، صار يروح يحاول يعطيني جلسات في مستشفيات، يجيب لي ادويه. اذكر واحد من الادويه، هذا اللي خلاني اشيل سالفه الشعر من راسي حرفيا. واحد من الادويه زي الكبسوله تكسر الراس حقها وفيها زيت وتدهنها بقرعتك عشان يطلع المحصول. اوكي من وين جايبه؟ بس من عندنا هنا، من رامكو. المشكله الكبسوله اللي تتوقع بكم الواحده؟ عندك كرتون كذا مليان 18 كبسوله، الكبسوله الواحده ب 200 وشوي اسويها في اليوم. لا اله الا الله، وين فادت اصلا؟ يوم قال لي وقفت استخدمهم ما دعاني قلبي من جدك انت، شو الشعر اللي يستاهل 200 وشي في اليوم؟ اي والله اي والله. انا ترى اول ما طاح شعري نفس الشيء، حاولت رحت للدكتور صراحه، قلت كان حتى قلت القصه باليوتيوب، كان عباره عن نقطه بالشعر، يمكن كنت بديت كذا يا عبد. اي انا هنا ذيب. في نقطه هنا بالنص، نقطه صغيره في شعر، وفي نقطه صغيره هنا غريبه اشوفها بمرايه مثلا. رحت للدكتور قلت له، لانه بدت تكبر النقطه هذه، بدت تصير دائره، قام فيها باتش ورا باتش اكسبانشن توسعت. الدكتور اساله عن الوضع، يوم شفت الموضوع قروشه
قلت ليش انا احارب الموضوع؟ قال لي علاجات، تحط علاج يوميا ومدري ايش. قلت اقول بس الزراعه. انا قال لي زراعه كثيره والله، يعني صارت جزء من شخصيتي يعني. صدق على عملي انا فعلا. وترى شوف الكلام هذا ما قلته لحد، في شركه تيشيرتات يبون يسوون لي ميرش. قال جو لمي يراسلوني يبي يقنعوني انهم بيسوون لي ميرش. فاحد الصور اللي ارسلوها لي صوره صلعه. صلعه انك تبيع على متابعينك صوره صلعه موجوده على التيشيرت وما ادري ايش. حتى هم مقتنعين ان علامه تجاريه لي يعني. اي فخلاص يعني انت شوف انا نوعا ما نفس فكرتك، ان انا بس اذا شفت شعري بدا ما راح احارب، راح اعطيه ستايل الصلع على طول على طول عشان يقول خيار مو بغصب عني انا كنت مختار الجرعه بالضبط. عرفت؟ ان شاء الله ان شاء الله القادمون. سؤال يجيك اصبر جاي بيجي وقتها بيبدا يراجع قراراته واختياراته. صدقني بتشوفه في تركيا في الطياره. بتندم على المشط هذا اللي قاعد. عندنا عياده بالكويت قويه ما عليك. والله بصراحه دائما يقولوا لي روح للكويت عندهم عيادات رهيبه ومدري. عندهم في عياده والله. تكلم سند لي كم من سنه عارفك تكلم. قل شاطر لي وكلي وكلي وكلي. قل عندنا عياد حقت شهر. يا اخي ابي مصلحتك انا. الان سؤال داخل اللعبه نطلع بموضوع اليوتيوب. شنو هي الشخصيه المفضله عندك بعابد من جهه القصه ومن جهه اللعب اللي دائما في فريق تسويه؟ القصه ترافلر بس من اللعب اللي دائما معك في فريق. اللعب الحين بال 24 ساعه معي. بال قويه مره صح انه يعني جديده تعتبر، لكن بال. لكن في سؤال افضل من كذا انا ما ادري احد ساله ولا لا. قل لي الشخصيات اللي اكرهها. غير ديلوك ايش تكره؟ ليش انا ديلوك رقم واحد. ديلوك تكرهها؟ اكره يا اخي. حبيت كثر يا اخي. بقرع اليوم اقرع. ادري ليه الناس يحبونه بس يقولون شخصيته مره قوي. ليش لا عيد الصوت، عيد الصوت لو سمحت بس عشان لا تفرق. كلامهم زي كذا دايم فخم مره. يحبونه زي مثلا تعرف ليفاي باتاك اون تايتن زي كذا، يحبونه كشخصيه ويحبونه. اقول لهم يا اخي انا يعني انا العب انا جيم بلاي هذا مو انا ابغاه. اذا جيت العب يصير شخصيه كويسه ما علي انا من لا. ديلوك الحب، ديلوك المدري ايش، ديلوك شعر حلو شعر احمر. يمكنني انا زعلان عليه عشان شعره عنده شعر. يمكن شو شعره ما في شخصيه قويه شعرها احمر الصراحه. سيء انا اشوف انه من الشخصيات السيئه من الشخصيات. صح والله. وهو قوي في شخصيات قويه وانا ما احبها، بس ما احبها لسبب انها ممله. اشوف انها ممله، طريقه لعبها ممله. واضح غير ديلوك. كلكم تزعلوني، كلكم ادري. واضح جوابك. وانت قلت ممله. كل المتابعين بيزعلون علي. بنت ما احبه. اوكي بنت لا صدمتني. ما احبه اكره يعني. شفت اذا تلعب بالشخصيات كذا يسوون حركات واللي ينط واللي يتشقلب يدخل يعطي كذا ضربه. هذا ولد عمك داخل الفريق. انت تشوف الحركه يقول لك ضربه خلاص. كل شيء فيه غلط. حتى قصته لو تسمع قصته شخص مو محظوظ، ودائما اذا دخل بفريق يخربه، واذا ما ادري سوى. وفعلا ترى كل شيء فيه خربان، الى الكونسليشن فيه خربان. يقول لك دائما يقولون لي انا السادس تفعلها، السي 6 تفعلها، الهيل حقه ما يهيل الفل، يهيل 70. كل شيء خربان عنده، كل شيء خربان خربان خربان. عشان كذا انا ما احبه لانه ممل. انا اشوفه ممل. انا عارف انه يقوي الفريق يقوي هذا، لكنه ممل كطريقه لعب يعني. كثير في شخصيات كثير ممله ما ادري. لا عدل 100%. اللي راح يحسسك الملل اكثر اتوقع، والناس بعد تزعل اتوقع زونغلي. زونغلي صح، بس مو بزي على الاقل يعني فيه حركات وفي الالتيميت حقه زاد الخاطر. اذا دق الالتيميت حقته وكذا زونغلي شوف اذا لعبت فيه راح يخليك نوب حرفيا. يخليك ما تجنب ضربات. انا شلت زونغلي مره بعد 3 شهور والله العظيم شخصيتي ماتت 3 مرات على طول على طول على طول. هذا انا صارت معي شلتها وحطيت، لان انت بتتعود بعابد انه يعطيك طول الوقت شيلد ما يحتاج تنحاش من ضربات. ما تخاف كلش، تجيك ضربه وحين عبي طاقتك اذا كان عندك كونستليشن. فمن تشيله مخك مو متعود على حجم الضربات. مثل وضع جين عندي انا. جين
عندي مع يعني من يوم جت بال صارت تعبي الالت كثير. احول عليها اضغط كيودي يفللون كل الفريق. فاذا شلتها تورط صدق يجون يجون دمج عالي يجيهم وتحس ان في شيء ناقص. وين وين سهولة اللعبة راحت؟ طيب بالضبط. اتوقع قلت رايك. انت جربت كوكيمي صح؟ قلت لنا رايك عنها ابو عابد ولا لا؟ لا ما جربت التجربه حقتهم بس ما لبلت ما بعد، لكني ما شفت تفاصيل عنها ولا اعرف. اللي عرفته اليوم انه ما عندها كريت ابدا، ما تكرت. شيء غريب يعني انه شخصيه ما تكرت، ما ادري اذا في احد غيرها ما يكرت. لا لا هي اول وحده، اول وحده هي الوحيده، هذا اللي خلى الناس يكرهونها من العنوان زي تقول، بس انه ما تكرت. يمكن يمكن هذه بيراضون بعدين اللاعبين انهم يشيلون سالفه الكريت، ما ادري. غريب، ما ادري شو احسها جزء من الشخصيه. فهو نظريا تقدر توصله فوق، تقدر تكرت فيها ان ترفع الكريت ريت حيل. اذا رفعتها حيل هو متكرت، هي تعطيك ناقص 100، فاذا رفعت فوق ال 100 يمديها تكرت، بس بتكون جيرك كله رايح ذا الجهه. ايه على العموم مو ودي اطول عليك اكثر كذا من بعابد، الله يجزاك الف خير. لا 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 بالدبل، ترى الى الحين ما اتصلوا علي، اذا في شيء زياده، في اسئله، في شيء، اذا في احد عنده اسئله زياده خلينا نسوي ايش ما نسوي. اذا بس اذا في اسئله من المتابعين امد، اذا في احد عنده اسئله عادي يسالونك برا لعبة جنشن. اي عادي عادي، بس اسئله شخصيه مره مره عادي. لا يعني... لا انا ما راح اقول لك اياها. ليش مقاس السروال والفانيلا ما راح. وين وين ساكن بالضبط؟ وين تشتغل بالضبط؟ ولا شيء شنو كريم تستعمله قرعتك؟ كم راتب؟ اي كم شيء كم راتب وكذا ما هو يسالون رايك. ما يسألونكم السؤال هذا، كم تجيب من اليوتيوب؟ ما حد يسألك يا عبد. إذا يسألوني العادة أقول يعني حاليا، بس يمكن بعدين ما لا لا بعدين إن شاء الله إن شاء الله إنك ما تقول. فهمت قصدك، فهمت قصدك وصلت. يعني بس حاليا أحس ما في عادي لأشارك فيها. أنا خلنا أعطي سؤال دام على المنوال هذا، هل هو ممنوع تشاركه؟ لا العقد حق تويتش لا ممنوع، بس أنا أيوة يوتيوب أنت تعلم فيها بعد قلبي بعابد. لا اليوتيوب قالوا إنه ما يصلح تقول وما يصلح تطلع أرقام وما يصلح كذا، بس أنا أتكلم عن ثقافة بشكل عام. مو بحلو. إحنا أنت الحين ما يصلح تروح الواحد بالشارع تقول أنت هي كم راتبك؟ إيه مو بحلو. كطبع غريب. يعني شيء شيء هذا خاص فيني أنت، ما يعني ما. شو الهدف منه السؤال؟ إيه شو الهدف منه؟ بعض الناس يقول جاء الهدف وأبشوف اليوتيوب يصلح ولا لا. أنا أقول إيه إذا كبرت قناتك بيصير اليوتيوب يصلح ويدخل لك دخل. لكن كم بالضبط صعب. مشكلة أغلبية الأسئلة شو اللي شامبو تستخدمه، شو اللي شلون تهتم بشعرك، شو الحلاق اللي تروح. شفت سؤال حلو. الشخصية اللي نفسك تجيبها بس هذا واحد اسمه عمر. أوكي. إيش الشخصية اللي نفسك تجيبها بس راحت عليك؟ أنا جديد على اللعبة، أنا مثل ما قلت لكم دخلت إياك. لكن أتوقع. شوف هذا زونجلي، زونجلي كل الناس يقولون لي زونجلي زونجلي. وفي هذا شو اسمه؟ تشاو ولا غانيو؟ لا شاو لا واحد انمو انمو قريب كازوها. هو كازوها 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 كان يقولوا لي انه قوي مره وكذا، انا اشوفه مع الناس كويس. ترى عند يعني تسريب، ترى عند بندريتا، طلع البندريتا صدق يلعب فيه. بندريتا ترى يلعب، ترى بندريتا مدمن زيي يلعب جينشن يوميا. يلا هذا السؤال اللي واحد من الشباب يسال دحمي، يقول انت اللي جاب انظارك لجنشن، هل الشباب بندريتا والجروب الثاني اللي تعمل معهم؟ لا 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 انا هي بالي من زمان، لاني انا احب الار بي جي بالي من زمان. يوم ماتت الالعاب شفت ان الالعاب ماتت، ما في شيء تلعب وما في شيء تسويه، قلت ليش ما نعطيها فرصه. وكنت متوقع ترى اني اسحب عليها من بكره صراحه. لعلي اتوقع هم اتوقع قصدهم شنو الشراره اللي خلتك تلتفت لجنشن. هو انا مثل ما قلت لك انه فتره حنا ما فيها العاب، يعني ما حد جاب لك طاري اللعبه او فتح عينك عليها؟ لا انا هي بالي، انا عارف اللعبه ويعني من زمان موجود واشوف، يعني كنت تقرا اخبار الالعاب وشفتها. اي وعارف انه يعني لاني احب الار بي جي انا اللعبه هذه ببالي خلاص، بس كل فتره تصير مشغوله انت باليوتيوب وكذا، كل فتره بعدين 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 اليوم شفت ان الوضع كذا قلت خل العبها وطلعت وضبطت معك. ترى الالعاب ماتت مع بعض لو تلاحظون الفتره صح صادق كل الالعاب كلها طاحت مع بعض. فورتنايت فيفا كانت على اخره، جراند خلاص الناس ملوا من جراند وسالفه الحياه الواقعيه ومدري ايش. اي الالعاب هذه كلها ماتت مع بعض فتورطوا الناس، يعني مو بتورط فشوا الناس ملوا. ولا اذا نصنع محتوى لازم تدور مثلا ودي شيء انا بعد قد يستمتع فيه وقد تكون له انظار حلوه. يعني جنشن كانت في ذاك الوقت اللي تشوفها في اماكن واجع اعلاناتها
خاصة في قبل شهر وشيء كذا، كانت العاصفة المثالية زي ما يقولون. وغير والله بثوثها صراحة أنا عن نفسي بثوثها ممتعة مرة. يعني أدخل عند واحد ستريمر ألقى عنده مثلا ثلاث أشخاص يتابعون بث، أصير أنا الرابع واستمتع مرة مرة بالبث. يعني بثوثها ممتعة مرة ورائقة، ما فيها تشنج، ما فيها عصبية زي الألعاب مثلا. الحين لو تدخل أي واحد مثلا يلعب كول أوف ديوتي لازم تبدأ يصرخ واو معصب حال حاله. إذا إذا ما سبعت برسك فايز عرفت؟ جيشن رادة طيب صار شيء توقف اللعبة. يعني أنا الحين إذا مثلا مشغول بشيء يوقف اللعبة بس وارجع لها بعدين. افتح الخريطة أسهل شيء هذا سوي. طب مودي أجل أطول أكثر من كذا الأسئلة كلها قاعدة تنعاد بنفس اللطافة خلنا نقول نفس. أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة، استمتعت والله مرة بهذا اللقاء الجميل والله استمتعنا احنا كذلك بعد شرفتنا والله. أوجه رسالة لجمهور جينشن انهم رهيبين صراحة، من أرهب الجماهير اللي موجودين بتويتش. أنا ما أدري عن اليوتيوب لكن بتويتش صراحة قاعد أشوف يعني دعم مو طبيعي على على جميع صناع المحتوى اللي موجودين. ما أدخل عند أحد إلا ألقى نفس الأسماء موجودة. الله ما شاء الله عليهم. في أركان أنا دائما أمدح فيهم، أنا في أركان أقول في أركان عذر على المقاطعة، في أركان أقول دائما أشوف ما شاء الله في كل بث وأقول أنا ما أدري وين يكون المجتمع بدون أشخاص ذولي. شوفوا ما شاء الله متواجدين فينا، متواجدين هنا، متواجدين هنا ورابطين تفاعل الكوميونيتيز مع بعض. إذا بيقفل بثه يقول ترى في فلان يمديك تطب عنده ترى حلو سوي له ريد. أيوه وغير كذا يعني يعلمونك أنت متحمس إنه يا أبو عابد تسوي كذا، شوف الشخصية الفلانية ترى لو تسوي معها كذا أفضل. يعلمونك أشياء مو زي بعض الألعاب الثانية ما يعلمك يخليك كذا، بالعكس إذا جبت العيد يضحك عليك يضحك عليك. لا لا الجمهور صراحه رهيب رهيب. وادخل تراي اغلب البثوث سريا ما حد يدري عني مثلك اخش كذا اتفرج اتفرج تربص اسميه وبس. الله يعطيكم العافيه جميعا والله جزاك الله خير والله كانت جدنا والله الله الله جلسه ممتعه. ان شاء الله اني صرت اضافه لو بسيطه لكم حبيب قلب. الله يجزاك الله يسعدك الله يعطيكم العافية. الآن أنا أستأذن منكم بعد قلبي نحط نهاية البودكاست وبيفصله من هنا. أبو عابد أنا أتمنى في زيارة ثانية لك في المستقبل، ودي ودي آخذ وجهة نظرك في بعض الأشياء كما شاء الله واحد متقدم في اليوتيوب. أحس أحتاج مساعدات ما شاء الله. أنت أوريدي أعطيتني أشياء أنا كنت أفكر فيها وقاعد أحكي يمكن الأفضل أسوي شيء هذا وأكدت لأنت تقريبا. أبد أنا موجود دائما وكلمني بأي وقت وبإذن الله أنا نكون موجودين بالمستقبل. حبيب قلبي حبيب قلبي الله يا قبل أطبق طبعا ما يحتاج أعرف سند المستضيف معاي سند اف ام من التويتش ومن اليوتيوب من سيرفر ديسكورد جنشن عرب مسوي إشراف جميل ولطيف الله يجزاك الخير بعد قلبي. زعلتنا مع سالفة المشط بس يعني على الأقل يعني كانت رفع ما خربان ما يشتغل. ثري جيمينج أبو عابد غني عن التعريف ما زال فيكم ما يعرف أنه قاعد الآن فترة هذه يسوي بثوث جنشن بثوث ممتعة وصدقني في مستوى من الترول والتحرش في البثوث حقته لطيفة جدا. يعني بدون مجاملة أنا أطب أحيانا وسوي اسم طالع ومرة صدني قال شكله موجود دوروا عنه وطعطوا طلعت على طول سحبت عمري. أنا شاكر بعد قلبي كذلك المعروف في كل السوشيال ميديا ثري جيمينج ثري جيمينج ثري جيمينج ثري جيمينج. باقي لك بس الانستغرام صح الفيريفايد كل مكان فيريفايد الانستغرام. إيه الانستغرام ثقيلين الانستغرام للأسف. إن شاء الله سوي بوش ما أدري إذا القوة ولا بس بنحاول سوي بوش يسوي لك بعد قلبي فيريفيكيشن حبيبي. الله يسعدك وشكرا بإذن الله في 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 بودكاست قادم ولا في فيديوهات قادمه باذن الله باذن الله الله يسعدكم الله يجزاكم اجمعين.